السلام عليكم ورحمة الله. Hello everyone. Time for English unit 8 at the Safari Park. في حديقة السفاري. At the Safari Park يعني حديقة السفاري. Lesson 1 and 2. Dad, guess what? What? There is a monkey on the car. Quick, shut the window. Look, there it is. Oh, it's cute. It is not cute, it is scary. Don't worry. It won't hurt you. Oh, it's going away. Dad, guess what? Guess what? معناها خمن ماذا؟ هي أنا البنت بتجي على بابا وتقول له بابا خمن، خمن في إيه؟ قال لها what في إيه؟ There is a monkey. تقول له يوجد، there is يعني يوجد المفرد. There is يوجد المفرد a monkey. في جرد. فين الجرد المهم؟ on the car على العربية. أخوها كان خايف منه شوية فقال لها quick بسرعة شط ذا ويندو يعني اغلقي النافذة أو اغلقي الشباك. Look انظر there it is إنه هناك. Oh it's cute. أختهم التانية بتقول لهم إن ده cute شكله جميل جدا عاجبها. أخوهم رجل يقول لا it is not cute. It is not cute هو بيوسف بيقول إن هو ده مش لطيف خالص. It is scary إنه scary scary يعني مخيف. الأب رد عليه يقول له don't worry لا تقلق it won't hurt you. هنا won't ده النفي بتاع will في المستقبل. it won't hurt you يعني هو مش هيأذيك. hurt معناها يؤذي. it won't hurt you مش هيأذيك. oh it's going away لقد ذهب. going away ذهب بعيدا. طيب نتعلم هنا حاجة ان don't بيجي بعدها ال verb imperative زي بالظبط لما جه هنا قال لي don't worry. don't worry worry هنا جت في المصدر الفعل هنا جت في المصدر. يبقى don't بيجي بعدها فعل في المصدر. طب معناها ايه؟ ده في الجمله الامريه لما اجي اقول لك don't play in the street ما تلعبش في الشارع انا بامرك انك ما تعملش الحاجه دي. don't eat in the class ما تاكلش في الفصل. don't speak in the class. don't play in the street هكذا. كل don't ديت لما تيجي تقول الجمله بيجي بعدها فعل في المصدر دي جمله امريه بنهيك عن فعل عمل معين. بعد كده اتكلمنا على ويل لما بيجي معناها فعل في مصدر هي ويل معناها سوف اللي هي ممكن نفسرها بالابوستروف ال ال. ويل معناها سوف بيجي معناها فعل في مصدر وهي تقول لك السبجكت بلس ويل بلس الفيرب انكارتر. طيب النفي بتاع ويل اللي هو كلمه ويل نوت او ممكن نفسرها بكلمه وونت وبرضه هيجي بعدها الفيرب انكارتر. نيو ووردز ايليفنت طبعا بس الناس من سفاري بارك حديقة الحيوانات فهنلاقي الحيوانات كده البرية. elephant يعني الفيل جراف الزرافة chimpanzee chimpanzee اللي هو الشمبانزي cheetah الفهد snake ثعبان turtle يعني سلحفاة. السلام عليكم ورحمة الله. Time for English Unit 5 Unit 8 at the Safari Park في حديقة السفاري. Listen 3 and 4 new words. Cloud cloud يعني سحابة. cloud يعني سحابة. shout shout يصرخ. trout trout سمكة السلمون. gown gown يعني عباية أو زوبة مثالي. owl يعني بومة. flower وردة. cow بقرة. town يعني مدينة. في الليزون في الدرس اللي فات كلمة الأول كلمة سبب احنا خدنا مقارنة بسرعة كده نعمل ريفيجن عليها. خدنا اللي احنا ازاي نوصف أصلا حيوان أو نوصف شيء وبعد كده ازاي نقدر نوصف مقارنة بين حاجتين اللي هي كومبارتيف. زي مثلا لما باجي أوصف الزرافة عايز أقول إن هي طويلة كنت بقول لك زي الجراف إيز طول الزرافة بتكون طويلة. ذا تيرتل إيز سلو السلحفة بتكون بطيئة وهكذا. أنا بس بعمل صفة عادية. بعد كده خدنا الكومباريتيف. الكومباريتيف اللي هو بقارن بين حيوان وحاجه ثانيه وحيوان ثاني او بين شخص وشخص اخر هكذا. فبقولت هنا ذا جيراف از تولر ذان ذا لاين ان الزرافه بتكون اطول من الاسد. كنت بحط الثقه طول لو تفتكر بنحط لها اي ار تولر اطول من يعني كلمه ذان ذا لاين. النهارده ان شاء الله هندرس حاجه اسمها السوبر لاتيف. السوبر لاتيف وهي المقارنه بين شخص واحد او من حيوان او من شيء واحد ومجموعه كامله. مش بنقارن بين شيء وشيء ثاني لا بنقارن بين شيء واحد ومجموعه كامله. يعني انا هنا في المثال ده
انا مش عايز اقول لك ان الثعبان ارفع مثلا من الاسد او ارفع من الزرافه، انا مش عايز اقول كده. انا عايز اقول لك ان الثعبان ده ارفع حيوان موجود في حديقه الحيوانات كلها. هو ارفع حاجه هتشوفها هناك الثعبان. تمام؟ فهنبدا بقى نقول ايه؟ زي سنيك الثعبان. الفيرب تو بي بتاعنا از. بس بنيجي قبل الصفه بتاعتي اللي هي كلمه سين رفيع بحط قبلها كلمه ذا. الارفع على الاطلاق الارفع ذا ثين. وبعد كده بحط الصفه بتاعتي اي اس تي. اوكي؟ يبقى انا بحط قبل الصفه ذا بحط بعدها اي اس تي. طيب مستر هو اي صفه ينفع احط لها اي اس تي؟ اه اي صفه ينفع احط لها اي اس تي، بس خلي بالنا ان في بعض الصفات بنضاعف فيها الحرف الاخير. زي كلمة تين أنا ضعفت حرف الإن بعد كده حطيت إي إس تي، زي كلمة بيج، زي كلمة فات، هوت، الكلمات دي كلها بنضاعف فيهم الحرف الأخير قبل ما بنحط الإضافة بتاعتها. طيب هنا قلت ذا سنيك إز ذا سينست، يعني هو أرفع حاجة كان ممكن أكمل إز ذا سينست أنيمال، أرفع حيوان أو إز ذا سينست وان. طيب لو حبيت أعمل سؤال على دوت ويتش، ويتش معناها أي وتفيد المقارنة وإحنا خدناها قبل كده. Which one is the sinist؟ أي واحد بيكون الأرفع؟ ممكن نقول بطريقة تانية. Which animal is the sinist؟ أي حيوان بيكون الأرفع؟ فالإجابة the snake is the sinist. أنا هنا مش بقارن الثعبان بحد تاني. لو الثعبان وبين الحيوانات كلها. Number two. Which one is the tallest؟ أي واحد بيكون الأطول، الأطول على الإطلاق. طول وحطيت الصفة EST. قبلها زاد. الإجابة كانت ذا جيراف، الزرافة إز ذا تولست، الزرافة هي أطول حاجة موجودة في بطنها. كان ممكن أكمل وأقول ذا جيراف إز ذا تولست وان أو ذا جيراف إز ذا تولست أنيمال، مفيش أي مشكلة خالص. ويتش وان إز ذا شورتست، أي واحد بيكون الأقصر. ذا مونكي إز ذا شورتست، المونكي هو أقصر الحيوانات. السوبر داتا زي ما احنا اتفقنا مع بعض اللي احنا بنبدا بالنون بتاعنا وبعد كده بنحط الفيرب بتاعنا اللي ممكن يكون فيرب تو بي او فيرب اخر. بعد كده بنحط قبل الادجكتيف بالصفه بتاعتنا بنحط قبلها ذا، وبعد الادجكتيف بنحط اي اس تي زي شورت تبقى ذا شورتست الاقصر، طول ذا تولست الاطول. خلي بالنا قبل ما بنحط النهايه بتاعتنا بنتاكد ان الصفه ديت مش بنضيع فيها الحرف الاخير، لان احنا قلنا اهو الصفات اللي بنضيع فيها الحرف الاخير بيج thin fat hot big thin fat hot. بنعمل كده زي زيت كده هنا بالظبط thin the thinnest thinnest thinnest. عملت ايه هنا؟ عملت ضعفت الحرف ال n اللي هو الحرف الاخير عندي، بعد كده حطيت ال est بتاعتي.